سؤالها الثاني تقول: ماذا يجب على من أفطر عدة أيام من رمضان لعذر شرعي ومضى عليها عامان دون أن تقضى؟ وإن لم يكن عند الشخص قدرة على الإطعام فماذا عليه غير ذلك؟ من كان عليه قضاء من رمضان فإنه يجب أن يقضيه قبل دخول رمضان الآخر، نعم. فإذا دخل عليه رمضان الآخر وهو لم يقضي من غير عذر منعه من القضاء، بل كان هذا بسبب التساهل، فإنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير مع القضاء، يعني يقضي الأيام التي عليه مهما تطاول الزمن، فإن القضاء واجب عليه، ويجب عليه مع ذلك الإطعام عن كل يوم مسكينا عن التأخير إلى أن جاء رمضان الآخر وهو غير معذور في هذا التأخير. وإذا كانت لا تستطيع الإطعام في الوقت الحاضر يبقى في ذمتها، يبقى الإطعام في ذمتها دينا لله سبحانه وتعالى.